ألف مليون سلام عليكي. مالك؟ إيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيرها من 12 سنة، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف، بندق. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلاً أهلاً أهلاً. إزيك؟ أهلاً مدام بطل. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جدو بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس، بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الأوضة، ها أصلها غلبانة بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام إيفون الدكتور كتب لها الدواء كل 3 دقايق. معرفش ولا شفت رشيتها. بندق ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول أحفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس أنا زعلانة منه. زعلانة منه ليه بس يا حاج؟ حاجة؟ حاجة إيه يا جربوعة أنتي؟ مين دي؟ دي جربوعة تبقى عفيدة ميكي بيه. قطيعة ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي دي مدام إيفون زميلتي هنا في الأوضة. مش عايزة. لا غلبة. لا بقولك إيه، لا هتاخدي يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي 2 المرة دي. يا جماعة دي بتقتلها بتقتلها. كفاية كفاية كفاية. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ بناتي أنا وشيرين، وأنا جايبهم هنا عشان يزوروكي. اسمعي بقى، إحنا جايين عشان نسألك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع إيه؟ العقد اللي إداهولك ميكي بيه، فين هو؟ ما أنا قلت لعم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، إحنا عاوزين نعرف منك أنت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف إيه؟ حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا. العقد فين؟ وانتي مالك انتي ومال العقد؟ يا حراميه يا بيئه يا جربوعه، انتي مالك يا بوليس يا نيابه؟ اصبري بس اصبري بس يا حاجه بطه، ما فيهاش حاجه. يا جربوع زي بناتك. انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا برا. انا بندق بندق، انا بندق بندق. يا حياتي عليك ازيك؟ بندق كويس، بندق كويس جدا الحمد لله. واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اديكي عقد انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟ طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه، ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي دي مدام ايه؟ حبيبتي حبيبتي افتحي بقك. يلا ايفون ما تغلبيش. بقولك ايه، الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تافور، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافيش، احنا بدلنا الدواء بايمان دام. ايفون يلا. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا روحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انتي قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذة يا هوانم، الشنطة بس عايزين نفتشها. اوكي. لا 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 مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي ايه ده؟ جايبة سندوتشات؟ سندوتشات بس بس. اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا، واي نوت. ما يلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس فيها قنبله، خلي بالك في السوسته. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقى قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد، وهو عشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟
لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده. اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت، كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت، ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده ماشي، حط خد منديل اهو. ايه 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 من غير بواب؟ في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول؟ ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ اتفضل. حاجه كده او كده، معادن لانشون او اي حاجه؟ ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي، استنى لما افتشك. اهو يا بيه معاك ممنوعات، انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار. يا بيه لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمد قوي، اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا ليميت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب اتدخل للمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بصي السقف تحفه ازاي. واو. بص بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف، احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده؟ لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضه الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلوب بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده؟ لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوش بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكة دي بني أدمة يعني كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبة القايمة مع أمها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والأركوبال بتاع الملكة. إيه ده؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات؟ أكروبات؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات، كانت بتشعل على الترابيز، عارف الترابيز؟ البنج. بنج إيه؟ الكسبان على الترابيز. أنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. إيه ده؟ هو إحنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جالي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه اللي وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده هيلقطوها. جايز العقد ده حلو بس. بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي، ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي؟ مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبص. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. تخافش يا عم مش هصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. يا سيف بس بصوا، انتوا دلوقتي تطلعوا بره اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكم. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانية فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه فاهمه. اوكي انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك.
استر عليا يا هاني. ابدا هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيه كده. اهو عشقي اهو. انت عاشقها يا كلب كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري. اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد مش قادر اسرق. خلاص نروح على الواد ونروح. هو ده اللي انا حبيته. كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي واتش اند ليرن. يا نهار اسود الامن جاي. هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. personne ne me touche. je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. Je ne connais même pas cet imbécile. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Il sait que tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزيا عشان لابسه برنيطه. انا كمان مش مصري لكن احب مصر كتير. وخياط الحسين. اسمعوني انا كوستا اليوناني. رين تليليلين تلين. انا كوستا اسمعوني انا عايز الكونسول بتاعي. أنا كوستا اليوناني. أخر أسود. جدعة يا بنت يا نيلي. لا أنت طلعتي بنت ما جابتكيش ولادة. أنا مش فاهمة أنت بتقولي إيه بس أجاز بتشكري فيا. أنا ذكية جدا عامة. ثانك يو. مش وقت تثبيت في بعض يا إخوانا. المهم دلوقتي هنعمل إيه في موضوع العقد؟ يا ده أنا مش قلت لك بلاش الفحم اللوكشة ده. نتورلي سماسي. حاضر يا معلمة. والله ما انا عارفه هناخد العقد ازاي. ده المتحف عليه حراسه طول النهار. خلاص نخش بالليل. يا تصدق فاتتني دي فكره ذكيه برضو. صح. واحنا داخلين بقى نقول لهم ايه يا اهبل؟ داخلين نقيل عندكم ساعتين. حتى لو عرفنا ندخل بكميه السكيورتي اللي موجودين دول واتقفشنا جوه هنتحبس. وش انت عبيط؟ خليك انت بس في ميه السلطه اللي بتشربيها دي. ده ديتوكس يا متخلف. ايه ده خمره؟ جرايا شوشة بتسكر كده واحنا قاعدين. بس يا جاهل ده ديتوكس. ومفتح الباب. ايه الديتوكس ده؟ منظف يعني ولا ايه؟ بقولك ايه، هو الديتوكس ده اكيد مش خمرة. بلاش جهل بقى. اوكي سوري. كفارة عم سيف. تعالى تعالى بنضرب ديتوكس. تعالى. هاي سيف. انا تعبت خلاص. انا عمري في حياتي ما دخلت اسم. عرفتكم بقالي اسبوعين بس دخلت الاسم مرتين. اتضرب واتهان واخد بالجزمه. والظابط ما مشانيش غير ما قعدت اعيط وقال لي روح يا هبل كده. لا وكلكم واللي عملتيه في المتحف كوم. عملت دليدة لو جيمي بيغو كنتي وخدت بعدك ومشيتي وسبتيني. ايه يا سيف كنت عايزني اتحبس معاك يعني؟ بص يا نيلي انا معاكي في اي حاجه بس ما تكونش فيها خطر على حياتي ولا على سمعتي. خلاص سوري. ولا اخش اسم شرطه. قلت لك سوري. ولا اشوف ضباط. ممكن تقعد بقى لو سمحت عشان ورانا حاجات كتير نعملها. طب ما بدل ما تخشوا تسرقوا العقد من المتحف ادوا العيش لخبازه. ندي العيش لخبازه ازاي يا خالتي؟ قصدها يعني ان احنا نجيب عيش ونوزعه على السكيورتي ونحط لهم فيه مناوم فيناموا احنا نعرف ندخل. انا قصدي مش كل من رس الثواني قال على نفسه حلواني. بدل ما ندي لهم عيش نحط لهم ديزرت حلويات يعني مش فارقه كتير. انا قصدي تشوفوا لكم واحد حرامي يسرق لكم المتحف. حرامي ويسرق المتحف؟ انا مش مشترك معاكم في المؤامره القذره ديت. ما تهدى بقى يا عم سيف. خلينا نعرف نفكر. اقعد ارتاح.
كملي يا معلمه. هنجيب حرامي في الاصل كان خباز وحلواني. انا هنزل الفرن الافرنجي اجيب لكم الحرامي ده. افرنجي ايه يا اهطل؟ الحلواني ده يبقى جوز امك الله يرحمه. جاتك 60 نيله. انا عايزه تنزلوا دلوقتي على قهوه الحراميه تستلقطولكوا واحد حرام يكون كويس كده، وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانه دي كلها. انت تعرفي حد هناك يا خالتي؟ ده نعرف نقيب الحرامي حبيبي. خد خد يا متنيل. ايوه. طلع نمرته من على الموبايل، هتلاقيه متسجل منعم الحرام. منعم الحرام مسجلها كده؟ ايوه. ماشي حاضر. محمود الاردن مصطفى شروكي سودا. ما بلاش بقى كده هتفتش الاسرار. ماشي. مين مصطفى شروكي سودا؟ اتنيل. شوف نمرته. حاضر حاضر. منعم الحرامي. ايه اتفضلي يا معلمه. الو، ازيك يا واد يا منعم وازاي امك؟ اتقفشت؟ طب والبت دوحة؟ ايه اتقفشت برضو؟ ده الشبكه كلها وقعت بقى. امال ايه؟ الاداب شدت جامد اليومين دول. خالتك دي جامده بس. اي نو. امال بقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب. ايه ده؟ انا كمان وانا صغيره لما كنت بلعب هايد اند سيك كنت بستخبى في الدولاب. بطلي جهل بقى، الدولاب ده زي الديتوكس كده. ازاي؟ استغفر الله. انا هبعت لك ناس حبايبي عايزاك كده تستلقط لهم حرام. هو انت مكانك فين دلوقتي؟ ايه؟ لا لا، طب استنى هديك واحد توصف له الطريق عشان هو اللي هيسوق. خد. ايه عايزه ايه؟ خد رد على الراجل يخرب بيتك. ده حرامي. انا اكلم حرامي؟ خالته صباح هتخليني اكلم حرامي انا يعني؟ يا واد يسمعك. يا واد يسمعني. هو دكتور، ما هو حرامي هو عارف. خد يا واد يا مسهوك انت. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا فندم فين المكان بقى يا فندم؟ في الحكورة عزبة العرانيس. ده فين دي بقى؟ في مدينة الشمامين. خليه يعمل لك شير لوكيشن على واتساب. شير لوكيشن ايه؟ بيقول لك عزبة العرانيس، اقول له شير لوكيشن؟ ايوه ايوه انا هسأل. انا ايوه هسأل واجي. حاضر متشكر. اجي لك عند البطزاية نفسها في عزبة العرانيس. حاضر يا فندم. طيب ماشي. هنيجي امتى؟ بكره. بكره. بكره معلم. ماشي يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. زق قوي انت. مع السلامة. باي باي. سلام. انا مش هشترك في المؤامرة القذرة ديت. يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا. هتيجي معانا يعني؟ لا. هاني. ايه؟ ايه المكان ده؟ ما تقلقش احنا ماشيين صح. انزل بس في المزلقان ده. هنزل فين بقى؟ الحق يا هاني. ايه؟ في واحد معاه بلطة؟ بلطة ايه؟ هو ماشي في الغابة. غابة ايه؟ بقول لك بلطة مش بطة. ايوه يا عم سمعتها، دي اسمها سنجة. سنجة ايه السنجة دي؟ السنجة دي آلة موسيقية بيقعد يعزف عليها. يعزف عليها؟ ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل؟ عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجة يا شوشو، دي القعدة صغرت قوي. ده دوبي دوبي دوبي. الحقوا. في طفل صغير مش لابس بنطلون، اقسم بالله اهو. ايه ده؟ فين ده؟ ايه ده؟ ده مش صغير، ده كبير. لا لا مش هبص. تجيبنا فين يا هاني بس؟ بص ما تخافش. مش ممكن المكان ده. يا نهار اسود. اقف اقف هتدوسه. مش عارف عايز ايه. ما تقلقش، دول اهل المنطقه لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يأمنوا كده اهوت. مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتأمنوا؟ هاني أنا من مصر الجديدة، مصر الجديدة بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم، أقف أنا بقى في ميدان روكسي أهم من الشعب؟ خلاص خلاص، أنا هتصرف أحل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل أنت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي، انزل. أنا خايف. ما تخافش، انزل، أنت نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكة كده عشان معانا حريم داخلة. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني. بيقولوا انت ايه يابا؟ انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟
مين؟ هاني الدبدوب. وترى بقى دبدوب بحجرة ولا زنبلك؟ على الطلاق حلوة. يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابني ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقة السلبية. صلى على النبي. اه، وروح بقى اسأل كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير يا. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا يا. والله ايه ده، معلش عشان انا مش من المنطقة دي. يعني حضرتك الكبير بتاع المنطقة؟ اه. هو اه ولا لا انت؟ يا عمي بقول لك اه. معلش انت قلت الجملة ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوة. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. ماشي حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانية واحدة معلش. شو ايه دبدوبي؟ المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويا يا عسلويا. عسلويا؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويا. خش يلا خش جوه. طب انا جوه العروب بويا. جايين للمعلم منعم لو سمحت، يعني انده لنا على المعلم. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا. يعني بيقولوا انت ايه يابا، انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين؟ هاني الدبدوب. وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الطلاق حلوه. يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابني ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقة السلبية. صلى على النبي. وروح بقى اسأل كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير يا. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا يا. والله ايه ده، معلش عشان انا مش من المنطقة دي. يعني حضرتك الكبير بتاع المنطقة؟ هو ولا لا انت؟ يا عمي بقول لك معلش انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. ماشي حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانية واحدة معلش. شو ايه دبدوبي؟ المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويا يا عسلويا. عسلويا؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويا. خش يلا خش جوه. طب انا جوه العروب بويا. جايين للمعلم منعم لو سمحت، يعني انده لنا على المعلم منعم. هات روحي، كل واحد مسؤول عن نفسه، أنا مش هشيل مسؤولية حد. بالظبط كده، يلا بقى كل واحد يشوف سكته ونرجع نتقابل هنا لما نخلص. أنا مش بعرف أسرق، أنا مش هسرق. نيلي ممكن تاخديني أسرق معاكي؟ خلاص أنا وسيف هنسرق مع بعض. ماشي، وأنا وهاني هنسرق مع بعض. لا يا ماما، أنت كده هتقليني، أنا لازم أبقى خفيف خفيف. لا ياض، رجلي على رجلك. هتنفذي اللي أقولك عليه؟ ماشي أوكي. هاتي بوسة. يلا ياض يا تافه يلا. طب يلا أجري ورايا. شكلهم مجرم جدا وهيكسبونا. أنا كوين أن محدش يكسبني. هي دي إيه؟ هي دي اللي هنسرقها. تجنن أنت هاني؟ عايزنا نسرق بنزينة؟ دي كلها كاميرات وأكيد هنتقفش في 3 ثواني. نتقفش إيه يا بنتي؟ أنا عامل حسابي كويس. امسكي شيلي ده معاكي. يا لهوي مسدس. شايل مسدس ليه يا هاني؟ أنت هتفضحينا ولا إيه؟ أنت شايل سلاح ليه يا هاني؟ هاني أنت حرامي يا هاني؟ صارحني يا هاني، صارحني. انا زي امك يا امي. انا لو حرامي انت هتعرفي على طول. امال ايه ده؟ ده لزوم الامان. مش احنا كنا في منطقه عوا؟ وبعدين ما تخافيش، ده مسدس صوت. احنا نخش هنهوشهم بيه، ندخل عليهم دخل امريكاني ورز فوكن ماني، ونجيبهم كلهم على اي جنب، ندخل على الكاشير نقلبه في كل اللي معاه ونهبق على طول. لا الفكره دي وحشه. اقول لك على حاجه، تعالى نطلع على اول الشارع نثبت لنا عيلين، ناخد منهم موبايلاتهم تجيب لنا فلوس. موبايلات ايه يا بنتي؟ الحرامي اول حاجه بيكشف منها الموبايلات اللي معاه. اجهزه امن الدوله بتفضل تتتبع هذا الموبايل الى ان ترصد مكان الحرامي ويهبقوا عليه على طول. انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ انت حرامي يا هاني؟ هاني انت حرامي؟ قولي مش هزعل. قولي يا بنتي انا مش حرامي بس ناوي. يلا بقى
جمدي قلبك كده ومسك. لا لا لا، طب طب والكاميرات اكيد هتصورنا وهيعرفوا وشنا عادي. يعني انا اعمل خطه ما تخرش الميه وهتقف قدام حكايه الكاميرات دي؟ اقلع الشراب. لا ليه؟ قول لي. لا انت لابسه الشراب في كتافك ولا ايه؟ اقلع يا بنت الشراب. اقلع الشراب ليه انا؟ انت مجنون؟ عشان نلبسه في وشنا فملامحنا تتكرمش فمحدش يقدر يتعرف على جثتنا. حرام ده حرام بتاع الكرمش الوش ده، ده حرام، ده حرامي باين. انا حرامي يا شوشو؟ يلا بقى اقلع والا فرتك دماغي. طيب بس انا مكسوفه اقلعه هنا، عيب يعني اقلع شراب في الشارع؟ يا بنتي انت داخله تسرقي بنزين ومكسوفه تقلع الشراب؟ يلا يا بنتي. طيب معقولة يا نيلي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم. اي حاجة هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعة دي بألف جنيه؟ دي بألفين ونص. دي بألفين ونص؟ انتوا كفرة. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شوية هدوم وادخل بيهم الفيتن روم كأني هقيسهم، وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكية يا خارقة الذكاء. ما هو انت خارجة الحاجات دي هتزمر. ايوه صح، بيكون فيها البزابيزه البيضة الصغيرة دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل، نقي كل حاجة انت عايزاها وانا هبطل مفعولها. مفعول ايه؟ البزابيز البيضة الصغيرة. ما تقفورش، هتبطل مفعولها ازاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفة. والله انت هتدخل بروفة محل حريمي تعمل ايه؟ يا خارق الذكاء. تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف انت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمة. طب يلا بقى ما تضيعش وقت. يلا تعالى. كله يا اسمى تفكروا! أي حركة كده ولا كده هنفجر دماغكم! كله يرفع ايده فوق! ارجع على ظهرك! ارجع! كله ينزل على ركبه! اخشع منك لا! انزل! انزل يد على ركبه! يلا انبطحوا! كله تمام يا سوسو؟ أيوه كله تمام! بقول لكم إيه، ما تقلقوش! هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام هتخرجوا من هنا سلام. لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هيفكر له انه كله يسبح مكانه. ملك يا هاني ولا ملك؟ يلا ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط؟ ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده، ريحته قبر. انت ما بتحطيش دوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك، عيب. كله يسبح. شو النبي، ها ناوليني فواحة من اللي هناك. هتحطلني. خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى. كله يزن، تتحركيش مكان. يلا خد خد. تصدق يلا انك اوفر. ده شرابك اللي اوفر. ايه ده، تصدق ياض عندك حق. ايه ده، ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني، دي ريحته صعبة قوي. بقولك ايه يا ابلة، ناوليني فواحة اللي جنبك دي. بسرعة بسرعة. هيا هيا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف، امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا بركة، امرني. هتيجي معايا سكة ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش، هتعمل فيها دكر بقى وعنطرة، هفرج عليك الناس دي وخليك منظرة. لا لا ولا انطرة ولا هرتلة ولا أي حاجة، أنا أصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني، هايل هايل هايل. بس كان في الماسك بتاع الجوكر، باتمان، فانديتا، بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم، وبعدين الموضوع جه خالص فما كنتش عامل حسابي. ما تخلص يا هاني، انت هتصاحبه. حاضر حاضر. بقول لك ايه يالا، ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا. بص يعني هم اصلا اهم، خد اهم. بص كان لسه استفتاء، امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا 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 خلي فلوسك في جيبك، انا بقولك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله، هم دول انا لسه مستلم اصلا، والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه استعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه يا هاني في ايه؟ ما تقولها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض، ده اللي قدامك ده قتال قتله، ده مغتصب اطفال، ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني، واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطر. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد طب هي كده مش مصدقاني. وانا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقني؟ طب لف بقى اتفرج. بص لف شوف المكنه بقى، لف. خلاص خلاص. ايه يا عم انا هتصرف. كله يثبت.
كل يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من جنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساقعه؟ اصلها عطلانه بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها تلاجه يعني كده يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش، انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك قسيمه. هو انا داخل فندق هناخد بروفتين كونكتد. معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ يا خرق الذكاء انت. هاتي، انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس. احنا من مصر الجديده، ما عندناش ستات تقلع بره. وارجع في الجره وقف عدل. حاضر. معلش اصل حمش قوي. انتي عارفه بيضربني. مسكتله بس انا ساعات بحب كده. هاي حبيبي ايه الاخبار؟ خلصت؟ يا حبيبتي كله تمام. ايه رايك كده؟ تحفه. اصل انا بنحس ببعض قوي. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ايه يا روح؟ اقلع ده وقيس لي التاني بقى. طيب يا حبيبتي. ايه رايك؟ حلو قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ممكن تلف لفه كده بس اتاكد شفاف من ورا ولا لا؟ ثواني كده. يا حبيبتي مبين. طب خلاص بقى مش لازم ابقى البسه هنا، ممكن اخليه للساحل. ساحل مين يا قلة الادب؟ اي بنحس ببعض قوي. خلصتي يا حبيبي؟ المقاسات كلها مظبوطة، كله تمام. خشي يلا نقي شوفي هتاخدي ايه. اوكي. سوري يا حبيبي الشماعة جت في عينك؟ ولا يهمك. انت مستغربة كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديده. ايه في الحاجه؟ ما انا ما عجبتنيش حاجه بقى فسبتهم كلهم جوه. طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجه؟ اعمل ايه؟ ما هو مفيش حاجه عجبتني. ابو الجواز على اللي عايزين يتجوزوا. طب ايه رايك انا ما طبختلكش النهارده؟ ما ده استهتار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد وبيقضي بمراته. استني يا وليه. اخرج عادي؟ عيب عليكي، ثقه في الله تعدي. يا نهار اسود. ثانيه واحده من فضلك، ارمي الحاجات بسرعه. ابني يا سيب. مفيش حاجه، ادي بزباسكم اهي. 1340 1347 1350 1356. يوه انا زهقت بقى يا هاني. بقول لك ايه، لمي لي كل الحاجه الساقعه بس تكون دايت عشان بخسس. شوشو احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك مش عايزك تخسي. يوه يا هاني بقى. خلاص هي كلمه. هيا يا عم الحاج عملنا كام؟ لحظه واحده كده 2405. ايه ده انتوا رخاص ليه كده؟ بقولك ايه، اكيد الاكسسوارات بتاعت العربيات دي والميه الغاليه اللي هي في في ان دي. لا خالص، ده عليهم خصم ربع الثمن اليومين دول. استغفر الله العظيم. بقولك ايه، اغلى حاجه هنا ايه؟ بص عشان انت حبيبي يعني وانا عجبت بيك عامل معاك واجب. شايف الكاجو اللي هناك ده يا شوشو؟ ب 63 جنيه الكيس. شوشو هاتي كل كيس الكاجو. ماشي يلا. حكومه يا شوشو حكومه.
ممكن من فضلك اتنين لاتيه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. حسبتي يا بابي؟ اه يا حياتي. يلا بينا حبيبي. شكرا. سلام عليكم. باي. بس حلو حبيبي مقاس الشراب ده اللي بيكون لارج، نفسي مقاس السمانة بالظبط. اه بس انا هجيب الاسود ده عشان يبقى لايق على دقني. صح يبقى احلى. اه, آه طبعا. أوكي. البس الجزمة يروح عشان ما ناخدش برد. يلا حبيبي. يلا باشا، دول كانوا حرامية عايزين يسرقوا لنا باشا. وسط تعالوا وسط، تعالي تعالي شوشن. معقولة يا نيلي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم. اي حاجة هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعة دي بألف جنيه؟ دي بألفين ونص. دي بألفين ونص؟ او تكفرة. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شوية هدوم وادخل بيهم الفيتنج روم كأني هقيسهم، وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكية يا خارقة الذكاء. ثانك يو. ما هو انت خارجة الحاجات دي هتزمر. ايوه صح، بيكون فيها البزابيز البيضة الصغيره دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل. نقي كل حاجه انت عايزاها وانا هبطل مفعولها. مفعول ايه؟ البزابيز البيضة الصغيره. ما تقفورش، هتبطل مفعولها ازاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفه. والله انت هتدخل بروفه محل حريمي تعمل ايه يا خارق الذكاء؟ تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف انت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمة. طب يلا بقى ما تضيعش وقت. يلا تعالى. كله يثبت مكانه! أي حركة كده ولا كده هنفجر دماغكو! كله يرفع ايده فوق! ارجع على ظهرك! ارجع! كله ينزل على ركبه! اخشع منك له! انزل! انزل يد على ركبه! يلا انبطحوا! كله تمام يا شوشو؟ أيوه كله تمام! بقول لكم إيه، ما تقلقوش! هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام، هتخرجوا من هنا سلام. لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هيفكر له انه كله يسبح مكانه. ملك يا هاني ولا ملك؟ يلا ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط؟ ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده، ريحته قبر. انت ما بتحطيش دوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك، عيب. كله يسبح. شو النبي، ها ناوليني فواحة من اللي هناك. هتعطلني. خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى. كله يزبط، تتحركيش مكان. يلا خد خد. تصدق يلا انك اوفر. ده شرابك اللي اوفر. ايه ده، تصدق ياض عندك حق. ايه ده، ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني. دي ريحته صعبة قوي. بقولك ايه يا ابلة، ناوليني الفواحة اللي جنبك دي بسرعة. هيا هيا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا اتصرف، امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا بركة، امرني. هتيجي معايا سكة ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش. هتعمل فيها دكر بقى وعنطرة، هفرج عليك الناس دي وخليك منظرة. لا لا، ولا انطرة ولا هرتلة ولا أي حاجة، أنا أصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني، هايل هايل هايل. بس كان في الماسك بتاع الجوكر، باتمان، فانديتا، بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم، وبعدين الموضوع جه خالص فما كنتش عامل حساب. ما تخلص يا هاني، انت هتصاحبه. حاضر. بقول لك ايه يالا، ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا. بص يعني هم اصلا اهم، خد اهم. بص كان لسه استفتاح، امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا لا لا، خلي فلوسك في جيبك، انا بقولك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله، هم دول انا لسه مستلم اصلا، والمدير جه وخد الفلوس كلها. والله انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه استعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه هاني في ايه؟ ما تقولها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض، ده اللي قدامك ده قتال قتله، ده مغتصب اطفال، ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني، واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطري. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد ما هي كده مش مصدقاني. وانا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقني؟ طب لف بقى اتفرج. بص لف شوف المكنه بقى، لف. خلاص خلاص. ايه يا عم انا اتصرف. كله يثبت.
كل يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافة دي؟ من الجنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجة ساعة؟ اصلها عطلانة بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها تلاجة يعني كده يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجة هتروح على فشوش، أنا مش هخرج من هنا إلا معايا 5000 جنيه. عاجبني إصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك يا سيما، هو انا داخل فندق هناخد بروفتين كونكتد؟ معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ خرق الذكاء انت. هاتي، انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس، احنا من مصر الجديده ما عندناش ستات تقلع بره. وقف في كده، وقف عدل. حاضر. معلش اصل حمش قوي. انت عارفه بيضربني. مسكتله بس انا ساعات بحب كده. هاي حبيبي ايه الاخبار؟ خلصت؟ يا حبيبتي كله تمام. ايه رايك كده؟ تحفه. اصل انا بنحس ببعض قوي. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ايه يا روح؟ اقلع ده واسلي التاني بقى. طيب يا حبيبتي. ايه رايك؟ حلو قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ممكن تلف لفه كده بس اتاكد شفاف من ورا ولا لا؟ ثواني كده. يا حبيبتي مبين. طب خلاص بقى، مش لازم ابقى البسه هنا، ممكن اخليه للساحل. ساحل مين يا قلة الادب؟ اي بنحس ببعض قوي. خلصتي حبيبي؟ المقاسات كلها مظبوطة، كله تمام. خشي يلا نقي شوفي هتاخدي ايه. اوكي. سوري يا حبيبي، الشماعة جت في عينك؟ ولا يهمك. انت مستغربة كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديده. ايه في الحاجه؟ ما انا ما عجبتنيش حاجه بقى فسبتهم كلهم جوه. طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجه؟ اعمل ايه؟ ما هو ما فيش حاجه عجبتني. ابو الجواز على اللي عايزين يتجوزوا. طب ايه رايك انا ما طبختلكش النهارده؟ ما ده استهتار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد وبيقضي بمراته. استني يا وليه. اخرج عادي؟ عيب عليكي، ثقه في الله تعدي. يا نهار اسمه. ثانيه واحده من فضلك، ارمي الحاجات بسرعه. ابني يا تيم. مفيش حاجه، ادي بزباسكم اهي. 1340، 1347، 1350، 1356. يوه انا زهقت بقى يا هاني. بقول لك ايه، لمي لي كل الحاجه الساعه بس تكون دايت عشان بخسس. شوشو احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك مش عايزك تخسي. يوه يا هاني بقى. خلاص هي كلمه. هيا يا عم الحاج، عملنا كام؟ لحظه واحده كده، 2405. ايه ده؟ انتوا رخاص ليه كده؟ بقول لك ايه، اكيد الاكسسوارات بتاعت العربيات دي والميه الغاليه اللي هي في في ان دي. لا خالص، ده عليهم خصم ربع الثمن اليومين دول. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه؟ ايه؟ اغلى حاجه هنا ايه؟ بص، عشان انت حبيبي يعني وانا عجبت بيك، عامل معاك واجب. شايف الكاجيو اللي هناك ده يا شوشو؟ ب 63 جنيه الكيس. شوشو هاتي كل كيس الكاجيو. ماشي يلا. حكومه يا شوشو، حكومه.
ممكن من فضلك اتنين لاتيه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. حسبتي يا بابي؟ اه يا حياتي. يلا بينا حبيبي. شكرا. سلام عليكم. باي. بس حلو حبيبي مقاس الشراب ده اللي بيكون لارج، نفسي مقاس السمانة بالظبط. اه بس انا هجيب لسه ده عشان يبقى لايق على دقني. صح يبقى احلى. اه طبعا. أوكي. البس الجزمة يروح عشان ما ناخدش برد. يلا حبيبي. يلا باشا، دول كانوا حرامية عايزين يسرقوا لها باشا. وسط تعالوا وسط، تعالي تعالي شوشن. أنا مش مصدقة الفشل بتاعك بجد. هنقول إيه للبنت دلوقتي؟ معرفناش نسرق حاجة؟ هو أنا عشان ما سرقتش أبقى فاشل؟ أنا مش حرامي. يعني أنا اللي حرامية؟ بس أنا على الأقل لما بيتطلب مني حاجة بعملها. يعني إيه؟ لازم أبقى حرامي يعني عشان تعجبي بيا؟ أنا هأعجب بيك ليه أصلاً دلوقتي؟ أنت بتقولي كلام يقفل القرد، إيه ده؟ العربية بتاعتي كانت هنا. لو سمحت أنا كنت سايب العربية بتاعتي هنا. حضرتك بتضحك عليا، أنا مش نجاح الموجي. وسع يا سيف. يا لو سمحت، كان في واحدة قاعدة جوه معاها موبايلي، محفظتي، a lot of stuff بتاعنا يعني. اه كانت مليانة كده ولابسة ايس كاب. بالظبط. ما خدت العربية ومشيت. طب ما تقول من الأول يعني بتضحك على إيه؟ خلاص يا سيف، شوف لنا كافيه بقى نقعد نستناها فيه. شوف لنا قهوة يا سيف. هو بيضحك على ايه ده؟ بيضحك عشان الست نصبت علينا، الست البومبي سرقتنا. قعدت تقولي لي اصل انا ابص في عين الناس بفهم بيقولوا ايه. منك لله، كل ما امشي وراكي بستاهل ضرب الجزمة اني مشيت وراكي. سيف بتبقى معصب قوي لما بتأفور كده. خلاص انا هتصرف. يا لو سمحت، فين المعلم منعم؟ عشان محتاجة اعمل كومبلين على اللي حصل. المعلم منعم راح مشوار وجاي، لو عايزة تعملي كومبليكن في اي ركن مش هنا. كومبلين؟ ليه؟ طلبتي اوردر ديليفري وتأخر عليكي، ولا البطاطس الكريسبي اللي بتحبيها ما جاتش؟ افهمي، احنا اتسرقنا. اتسرقنا، هتشتكي لمين هنا؟ عايز تشتكي لمين؟ احنا في وسط عالم نور وحرامية. ولا حسب كده مزمزل؟ انت بتتكلم على مين يا؟ مش انت طبعا خالص. بقول لك انا مش مستريح لك، وشكلي كده هعملها معاك وعهد الله. لا 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 لا، سيف يلا بسرعه. حاضر جاي لك اهو. معلش بس مع الجماعه جم، ان شاء الله تتعور المره الجايه باذن الله. لا لا لا، انا مش همشي من هنا. نديلي المعلم منعم لو سمحت، في خلل عندكم في السيستم بتاعك. انت وششتم وتقول ششتم ايه؟ لا ما بتقول يعني انت سكت في السيستم وسبت. انا بتكلم بجد، لو فضلنا ساكتين على البلد مش هتتصلح يا سيف. اجري بقول لك. اقف هنا. في ايه يا ابني؟ اقف بقول لك يا هاني. نزلني هنا، نزلني هنا. في ايه يا عم سيب بتتعصب كده ليه؟ ايه اللي فيه ايه؟ مركبنا عربيه مسروقه عشان تقول لي فيه ايه؟ بسم الله عليك، وانت يالا اللي جاي من معرض الكتاب؟ ما انت كنت بتسرق. ايوه الست قالت لي اسرق حاجات ب 5000 جنيه مش عربيه تمنها 100000 جنيه. يعني ربنا كرمني اقول له لا؟ ربنا كرمك انت حرامي يالا. ولا ما خلاص بقى. خلاص بقى يا جماعه، دي مش مشكلتنا اصلا. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انا عندي فكره ممكن تنفع. قولي. اللي حضر العفريت يصرفه. بطلوا بقى شغل الدجل والشعوطه بتاعكوا ده. عفريت ايه يا حبيبتي اللي هنجيبه يسرق لنا؟ انت عبيطه، انت هبله يا بنت. انت فهمتي ايه؟ انا اقصد ان احنا نكلم خالتي، هي اللي تحل لنا المشكله دي، لان هي السبب وعكتنا العكه دي. طب ما نجيب حرامي تاني اسهل يسرق لنا المتحف وخلاص. تصدقي فكره والله. انت بتقولي ايه انت وهي؟ ما انتوا مش مضرين في حاجه. انا اللي عربيتي اتسرقت وكل حاجتي اتسرقت. سيف انا ساعتي اتسرقت، الحلقه الدايموند بتاعي اتسرق، محفظتي اتسرقت، حتى نضارتي اللي كانت في عربيتك اتسرقت. انت بس عربيتك هي اللي راحت. انت عايزه تفرسيني؟ انا ما شفتش في برودك، انت بارده برود، انا ما شفتهاش. اسود. ايه ده؟ بوليس. يلا يلا نهرب. نهرب منين؟ اقف يا متخلف، ما تهربش كده، موقفنا في القضيه هيبقى زفت. اقف، هيعتبروك شاهد مالك. مالك مين يا ابني انت؟ لو مسكوني هيعدموني. لو مسكوني يعدموك ليه؟ وانت كنت بتختصم التاكسي؟ صدقني انا على اي قواضي تانيه. انا مش عايزه تسجل. لازم نسلم نفسنا، لازم نسلم نفسنا. انزل على ركبكم. طب يعني لو عملت كده مش هياخدوني؟ لا هياخدونا، بس موقفنا يبقى احسن. لا مش عايزه، مش عايزه اروح السجن والله بجد، مش عايزه اروح السجن. ده كان اسعاف؟ اه. انت متخلف وحيوان.
انا ما استفدتش منك اي حاجه غير ان بنطلوني اتوسخ. ما هو سرنت الاسعاف زي سرنت البوليس، المفروض يميزوهم. الاثنين بيعملوا، انت تافه يلا، الاثنين بيعملوا ويوا ويوا. خلف، ما هي هي. يلا يا جماعه اعزمكم على عصير بمناسبه التاكسي الجديد. لا لا، راح فين؟ راح فين اللي راح فين؟ لا اركب بقى دوبر او كريم دوت، هيجولك هيجولك. مش هينفع تسيبوني. لا هيجولك، العربيه مسروقه والله. معلش هاني، بخاف جدا. خدني معاك يا هاني، انا هركب. مسروقه مسروقه. اه يا شويه هفيات، ما عرفتش اربي بقى حته بنت زي دي تقلبك وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي، هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. اه، وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. اه يا شويه هفيات، ما عرفتش اربي بقى حتة بنت زي دي تقلبك وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحرامية؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجة ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي، هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينة كده. تخينة كده؟ لا هي مش تخينة، هي مكورة. طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. مدورة ومكعورة وقصيرة. اه، وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي، انت يا وليه يا ام فتحي، اطلعي يا اختي تدلدلي وردي عليا بدل ما بقى كرامتك في الحاره كلها. مين؟ ست صباح؟ يا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، فين الجاموسه اللي شبه البقره بنتي؟ ايه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو انتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسه اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مد ايديا في كرشاها اطلعها من زورها واقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. امال؟ على العموم هي مش هنا. خرجت. خرجت راحت فين يا ولي؟ معرفش، خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خش تنيلي، خش جوه. عربيتي. عود الله يا ربي. انزلي من العربية يا حرامية. انزلي يا بت. ايه يا جماعة انتوا فين؟ معقولة كل ده عمال ادور عليكو؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرقينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتقولي. طب وبتاخدي العربية معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفة قلت البطارية هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجة يا بنت حرامية؟ حاجة حاجة ايه؟ انت هتستعبطي رحمك؟ ما تطلعي الحاجة بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمة، فاكراه؟ فاكراه، إلا سيد عظمة استني. يلا خلاصي. أولاً أنت جامدة جداً. ميرسي. عملتي إيه بقى مع سيد عظمة؟ لا لما تكبري بقى هبقى أقول لك، ابعدي ورا. خد يا ست الحاجة بتاعتكوا إيه؟ كاملة. كاملة. خد. شوف الحاجة دي لا تكون ناقصة حاجة عشان أخلص عليها. ناقصة؟ مفيش حاجة تنقص معايا. فين الحلقة بتاعي؟ حلقة؟ حلقة إيه؟ الحلقة الدايموند اللي أنتِ لابساه. اطلعي يا بنت من الحلقة. يوه خد يا ست، كنت هروح بقى فنت كلنا حرامية في الخير. امسكها. هات يا أختي. خد يا حبيبتي، تمام كده؟ ثانك يو. ها خلاص كله تمام؟ وإيه اللي تممه يا رحمك؟
انت فاكراها هتعدي كده بالسهل؟ ده انت بتحلمي يا ست. صباح عليا الطلاق بالتلاته، ما كنت اعرف ان هم تابعك. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخه الازهر، انتوا جايبيني من قهوه الحراميه. طب يا اختي ما ترديش كتير في الكلام، اديكي عرفتي ما تبقيش تعمليها تاني، دول تابعي. ماشي حاضر، بس والنعمه ما انت باشا وانت زعلان، لازم اصبح عليكي. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. اي يا بنت خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله انجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلت لكم والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده هفكش توه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحي لي؟ يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. معاك حق، وما تقلقوش منها، انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله. مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع، وخلي امك تحضر الفطار. وقولي لها ما تنساش البيت. عينيا الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجع العربيه بتاعتي يا خالته صباح. يا روح خالتك صباح، مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي. طب لما تعرف بقى قولي. سلام بقى حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي أرجل من خالي. يعني هم راحوا قهوة الحرامية عشان يسرقوا العقد؟ مظبوط سعادتك. طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوه احنا الأول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقوا منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب، يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. هقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب، يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها قلت لك حلو. انا طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك، بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعة ما العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على الأقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، أنت طلبت حاجة وأنا قلت لك لا؟ لا. عمري حش عنك حاجة؟ لا. طب لما هو لا لا، أمال إيه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ صحيح. بص عليك، لحظة واحدة. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك. بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. الملحة بقى، اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي. وده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانه تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك هموت. حاضر. انت مفيش في قلبك رحمه؟ لا لا، حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مش كده. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتني وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده، احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تصطبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعة انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس اهي جت اهي. بس هي مالها عاملة في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟
دي الفنانة رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البرية. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البرية. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي؟ شايفة؟ شايفة الشعر الأصفر مش القرف اللي انت عاملاه لنا؟ اه ضربالنا راسك بمية أكسجين وعاملاه لنا على فرانكا. اخرسي بدل بجد وحياة ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي أخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحتة بهدلون طول ما أنا ماشية يجروا الشعبطوا يجروا الشعبطوا. طب وما فرملتيش فجأة ليه؟ يقع على طول. ما جاتش في بالي بقى. معلش، الحمد لله على السلامة يا ست فتحي. الله يسلمك. يا ست فتحي يا جماعة الجملة دي مش راكبة معايا، مفيش حاجة اسمها الست فتحي. أيوه صح، إيه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ أنت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما أخذ الشغل يمشي، لكن أنا اسمي الحقيقي جايدة. طب والنبي وأنت جايدة هاتيلي معاكي ولعة. ممكن تديني شفطة؟ أه اتفضل. سيف. إيه؟ أكيد اسم جايدة عليكي أغرب بكتير بالنسبة لي من فتحي، فإحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي. يا جماعة ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان أنا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده أنا بفكر أتجوز وأقعد هنا. بقولك يا ست فتحي. نعم. أخبار القانون الجديد هنا إيه؟ لا والله جتلي متأخر، آخر تربتين لسه مأجراه. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا أنا، دلوقتي هنعمل إيه في موضوع العقد اللي إحنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاكي يا أبلة. بص يا أساتذة، أهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، إحنا بس أهم حاجة نعرف كل حاجة عن المتحف. المتحف ده تأسس سنة 1838، كان بتاع واحدة اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثة بتاعتها اللي هم أحفادها اتبرعوا بيه لوزارة الثقافة سنة 1957. لما اتبرعوا بيه لوزارة الثقافة سنة 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجة عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لما اخذ كم كاميرا معشاه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسة؟ فلحوسة. لا فلقوسة احلى عليها. مش فارق، هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنيك تيجي تقول لي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا أمور، أنا اكتشفت إن المتحف ده جاي على نصيتين، يما قبلي ويما بحري، إحنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من أنهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من المية جوه النيل في البحر. آه يعني إحنا نعمل نفسنا تماسيح طلع من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح إيه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. أنت طلعتي ذكية على فكرة. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا. دلوقتي احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفاك متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بص يا ابله، احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجوري في مرسى المراكب اللي في المانيال ونتكل على المتحف. امين امين. احمد واسماعيل. ايه المكان ده؟ هو هنا؟ اه. شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ ما خايفه من المكان. هي فين بقى الست الهانم؟ معلمة من حته كده اتفاجئت. لا انا متخض. ايه ده؟ سلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه ما عليكم ماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي، بتمشي في الشارع عادي؟ اه عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود، ده عملوها في عنتر ولبلب.
سيف مفقوسة، مفقوسة جدا. دي مش أول مرة تسرق، هي عارفة كويس هي بتعمل إيه. قولي له والنبي، قولي له عشان بس مفيش وقت والنبي للرغ ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. أيوه يلا يا جماعة نسرق، I'm so excited، يلا بينا. يلا على المركب. يلا. مركب إيه؟ هنركب المركب دي كلها نتفدح. تعالى يا ابني تعالى. أوكي يبقى في حاجة تانية. أنت نزلني نزلني. تعالى يا حاج. على مهلك. على مهلك. على مهلك كمان. بس بينا اللي تقع على وشك. شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكة. ايه ده في واحد في المركب؟ ايه ده اشمعنى دي عارفاه؟ استنى في واحد في المركب. بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها